فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل إلصاق القدم بالقدم من جانبه من تسوية الصفوف؟ لأن هناك من يتضايق عند إلصاق القدم بالقدم. لا يجوز لك أن تضايق من بجنبك تقول بلصق القدم بالقدم، ما ورد إلصاق القدم بالقدم، إنما الذي ورد المحاذاة، ولا يكون بينهم فرج يدخل منها الشيطان خلل بين. أما الخلل اليسير الذي لا بد منه بين الاثنين الواقفين هذا يتسامح به. بعض الإخوان يفحج ويأخذ موضع رجلين علشان يلصق اللي بجنبه منه واللي بجنبه منه، ويأخذ موضع رجلين يفحج قدميه ويضيق على هذا وهذا، هذا ما يجوز، وليس هذا مشروعا، وهذا من التكلف. نعم.